سأصلي إليك يا أمي بسلامك قد زال همي. أنت أجمل ما قلبي يغني، أمي صلي لله عني. جئت والقلب بك مغرم لأقول كم أنت جميلة، كلماتي ستظل قليلة. صوت الملائكة ريتا أبو صالح، أهلا وسهلا فيك معنا بتحلى الحياة. حضرتك مدربة صوت ومرنمة وأيضا مغنية. نعم. وبما أنه ذكرنا عيد الأمهات يلي قرب يوم من وحي المناسبة، كمان عم نذكر السيدة العذراء بصوتك وبالترنيمة يلي قدمتيها. ريتا مثل ما ذكرنا بترنمي بتغني وبتعلمي، قد ايه مهم الفن يجمع كل المجالات او عده مجالات؟ كلهم فن هلا، بس كل وحده الى طريقتها، يعني طريقه بالترنيم غير الطريقه اللي بنغني فيها، غير وحتى بالمغنى كمان. مثل حيلا اختصاص، كيف بنقول دكتور صحه، في عندك كذا كذا غصن بهذا، مثل الشجره الى اغصانها. كمان بالصوت عنوان عريض، كل شيء له طريقته. فاكيد الترتيل طريقه الاداء غير الطريقه اللي بنغني فيها الطربيه او ستيل اوبرا ام مودرن ام حيلا شيء. والتعليم الرسالي يلي بتقدميها كمان انا حدا كمان بعلم الاولاد الصغار وبرتل وبغني، فبحب هيدا عم تاخذ رساله من كل النواحي. يعني ريتا بالنهايه يلي بيرنم بيقولوا عم بيصلي قد كم مره؟ 100 مره. وعليه مسؤوليه. اكيد عليه مسؤوليه. يعني انت كيف قادره تعملي هالميزان بحياتك؟ لك انا من انا وصغيره معوده على مربيين بجو كنسي. نعم. فبالنسبه لي الترتيل هو نفسي، يعني اذا انا ما ابتديت بالكنيسه وكانت حياتي كلها انطلاقه من خلال الصلاه. نعم. وكل شيء بعمله بكون للخدمه ولتمجيد ربنا، وصوتي هو مسؤوليه بهالمجال. وزن من وزن ربنا يلي اعطاك اياه هون، انت عم تستعمليهم كرمال تتمجدي اسمه. اكيد. شو حلو. فحيلا شيء بعمله بتمرن انه لا، ريتا هون بدها تشيل الانانيه تبعها والمجد تبعها. نعم. دائما بفكر انه لا، هيدا الشيء الله عطاني اياه هو بخدمه الاخرين، والهدف هو صلي. نعم. مش اطرب الاخر. نعم. او ضيع الاخر. نعم. عن ستيل تكنيك ام شيء، فدائما الهدف هو يصلي، يقول خيس خليتني احس بالشيء اللي عملتيه، مش انه قويه، خليتني احس. حلو. ريتا اي ترتيلي هلا بدنا نسمعها بصوتك؟ لمر شربي اللي غفي بعيونك. بدي اقول ميرسي للملحن جوزيف خليفه، بدي اوجه له تحيه، والترتيله كمان للسيد هنري زغيب كلماته. فراح اقدم هلا عن نية كل شخص موجوع وحيد مريض، برتل اللي غفي بعيونك. كلنا سمع. يا شربي يا شربي
حتى ما بعرف شو بدي اقول لك يعني. عم جد عم نسمع صوت ملائكة، ما في شك من هذا الأمر. ويمكن اليوم نحن تعرفنا يلي دائما منرتل هالتراتيل بينه وبين حنا، ولكن اليوم نتعرفنا على مين بيرنم هالتراتيل. صوتك ملائكة ما في شك منه، والمسؤولية اللي حملتيها حملي مسؤولية كتير كبيرة، لأنه دايما أنت بتحسسينا قدي نحن قراب يمكن وقدي نحن بعاد بنفس الوقت بس نسمع هالتراتيل. ولكن نحن شوي طمعين، بدنا هيك ترنيمة بلا موسيقى. بلا موسيقى. طيب حقول شي سريانة اسمه أبو تقوشتو، أنا كتير بحبه كمان. أبو تقوشتو برخدي بحو دم رايلو لهو دحلو فايميت وتحاسبي وقربونه ساب من ايداي وطرعولي ولو رابطوخ يا أبا الحق الرحمن خذ منا هذا القربان قربان ابنك الفادي بحر الحب والغفران. الله يغفر لنا جميعا. هيك سؤال على السريع ريتا، بأي حالة بتحسي حالك أنت ما قادرة تغني بس بدك ترتلي، أو العكس صحيح كمان يمكن ما تكوني أنت بحالة أنك تقدري ترتلي كمان؟ ولا حالة. أنا عادة حيالة حالة بكون فيها بختار الشيء أو كلمات الترتيلة اللي بتجسد هالحالة، فبالعكس بنطر حالة تكون عايشة أو فاتة كتير بجو الحالة تقدر أعطيها. بالعكس بستغني من الفرصة، ما عندي شيء انه انا ما قلي انه ما بدي انا اقول اما هيك او بس كون مكتفي من كل شيء. يعني كل واحد كثير حاصل على كل شيء الرضا الحمد لله، ببطل اللي يكون عنده حاجة انه 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 يعبر انه هيك من تلي. الحمد لله. ريتا ابو صالح نحن اليوم عن جد غنينا بصوتك هيك مش قادرين نودعك للصراحة، ولكن لازم نختم حلقتنا لليوم، ولكن ختمناها بصوت ملائكة مثل ما ذكرنا قبل، ونحن كمان طمعانين انه بركي بنقول شيء لانه هالشهر شهر الصيام، وبركي بدنا نختم بترنيمة للصيام. ولكن قبل ما نقول للمشاهدين نرجع نلتقى فيكم مشاهدينا بحلقة جديدة بكره، ورح نختم اكيد مع صوت ريتا ابو صالح. هاتي بطيبي فوق شعرك هبني الآن أعرف حق قدرك عوضا عن شوك في كلينك وهبني أن رأسي على صدرك